تعرف على عدد زوجات الفنان جاسم النبهان وأبنائه. جاسم النبهان ممثل كويتي ويبلغ من العمر 78 عاماً. أبرز شخصية قام بها هي القبطان نامق في المسلسل الكرتوني عدنان ولينا. وتزوج الفنان جاسم 3 مرات، الأولى من الممثلة طيبة الفرج. الفنان جاسم النبهان مع زوجته طيبة الفرج ولديهما 6 أبناء، وهم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيزة. ويذكر أن ابنه طلال استشهد في غزو العراق، وتوفي ابنه محمد بعد وعكة صحية مفاجئة. الفنان جاسم النبهان مع ابنه الراحل محمد، وتزوج للمرة الثانية من نجيب اللنقاوي وله 2 منها، وهم الممثلة حصة وأسماء. الفنانة حصة جاسم النبهان، وتزوج للمرة الثالثة من سيدة مغربية وله منها ابن. الفنان جاسم النبهان مع زوجته المغربية. الفنان جاسم النبهان مع ابنه من زوجته المغربية.